يترقب الجميع هنا بميشيل دورنارو. نقاش كيف سنتعامل مع هذه الكره ومن سينفذها؟ لوكاس ام بن عرفة؟ هزت السله بشكل مباشر ام ترفع؟ بن عرفة، بن عرفة الهدف الاول. يا جمالية الهدف، يا روعة الهدف، يا حاتم يا بن عرفة سدد بقوة في مرمى الحارس. سنتابع الإعادة، اعتقد الجميع بأن بن عرفة سيرفع